احنا معانا دلوقتي الاستاذه ريموندا، استاذه ريموندا صبري. الحقيقه يعني بقول لحضرتك يعني ربنا يعزيك يا رب. استاذه ريموندا سامعيني؟ استاذه ريموندا، ايوه معاكي. طيب ربنا يعزيك يا رب ويديك السلام. انا اسفه يعني هنسال حضرتك عن التفاصيل مره اخرى يعني، بس عايزين نفهم وفي نفس الوقت هنهتم بانه هل ما تم يعني نشره من انه هذا القاتل اعتقد ان هو او يعني بيحاول يوجه النظر ان هو مختل عقليا، هل ده هيتم بالفعل يعني يعني الوثوق فيه؟ هو في التحقيق طبعا هو فهموه ان هو في الشارع اللي هو يعمل يعني مختل العقلية، يقول قالوا له قول انا المسيح الدجال، انا لا المهدي انا المنتظر. المنتظر المهدي المنتظر اللي قتلت المسيح الدجال. طب احكي لنا معلش، انا اسفه اني هفكرك بالحادث، انا اسفه جدا، تقول لنا كان يعني الشخص ده انتوا اول مره تشوفوه؟ لا انا على طول بشوفه وعايش في الارض دي عند والدي. طب وايه اللي حصل؟ بدايه الامر كان ايه؟ كان يعني عايز يعني تحرش ولا اعتداء لفظي ولا ايه اللي عمله معاكي في الاول؟ هو انا كنت الاول اجيب ايس كريم للعيال جيلاتي، اه كنت واقفة بجيب 3 علب من الاولاد، فبقول جوزي كان لسه جاي من الشغل، فبديله بقول له خد انت ال3 علب دولت، فبلف من دي ظهر لجوزي باخد 3 علب، راح طلع عمرو راح ضربني الظهر المطوة كده وقعني في يعني على الارض طول راح الشارع، مطلع المطوة وضربك بيها انت الاول. ضربني بيها انا الاول اه وقعني في الارض وبرجله قعد يديني بالشلاليط في جنبه وفي رجلي، طيب وبعد اه رحت فلوس عمال يقوم فيا يوطي يقوم فيا، هو عاوز ينزل بالسكينه كده، هو اقول له اجري ارماني، واول ما اشوف السكينه اروح مخبيه اخش الناحيه الثانيه وعمال اقول له خد الواد واجري ارماني، خد الواد واجري ارماني، ايوه راح جري، راح هو سابني وراح جري، تمام. طيب راح احنا جري بنصحح بس جه اسمه عند بيت الزوج راسي. روماني، القتيل اللي قتل على يد هذا الشاب، الزوج اسمه روماني. ما سمعش كلامك يعني، ولا هو كان الشاب ده يعني كان مش قادرة افهم يعني من الباب للطاق كده يعني استاذ ريموند على يعني مفيش اي حاجة بينكم قبل كده و... عشان رومان مسيح وعامل نفسه من طاقة المسيحيين، من هو طاقة كان قبل كده المسيحيين. حاول يضايقكم مثلا يعني، والمرة دي راح امتد الأمر لا انه يبقى نعم. هو بيكره المسيحيين، هو بيكره المسيحيين، طيب عامل بيكره المسيحيين. روماني ما قدرش يجري، ما قدرش يجري يعني، يعني هو بس يعني هو مش اه رباني غلبان ما قدرش يقوم من شاف السكينة والمطوة في ايده، ما قدرش يقوم اللي هو ايه، اول ما شافه متخض وما قدرش يتحرك، جه عند بيت والدي وراح وقع، راح عامل مسك بالسكينة والمطوة ضربه، راح قام يجري تاني، راح هو جري وراه وجابه وقع في نص الشارع والرجالة كلها واقفة بتاعت الشارع وشايفين موقعين وهو عم راكب في ايه وعمال يضرب بالسكينة تاني ويطلع والمطوة ويدخل، ودي تخش ودي تطلع، دي تخش ودي تطلع، وكل وابنك كان واقف في الثلاثة الواقعة دي يا استاذ ريمون ده، كان ابنك واقف؟ ايه؟ ابنك كان بتقولي ابنك كان معاكوا في يعني شايف اللي بيحصل ده؟ ابن دبي كان معايا جرجس عنده كام سنة؟ عنده 3 سنين، كان متعور في ايده. يعني كان مع والده ومعاكي. طيب الشخص ده اسمه ايه؟ وفي نفس الوقت هو شغال ولا هو مش شغال؟ يعني برضو في الحتة معروف عنه مثلا ان في عاد اختلال ولا هو بيمثل يعني دلوقتي؟ لا هو معروف عنه ده بلطجي، بلطجي. معروف العم بلطجي، الشهر اللي فات كان عامل خناقة بسلاح وضرب واحد بضرب نار وضرب طلقة في الجو وطلقة في الكابينة، لا استني معلش، أول ما شاف ايه الطلقة دي اللي بتقولي ده؟ كان امتى موضوع الطلقات ده؟ كان من قيمة شهر وراح مركز اليوم واتحبس، تاني يوم طلعوه. يعني ليه وقعة سابقة؟ من قيمة شهر
طيب وقبليها كان ضغط، كان في خناقة. طب وكل ده الشرطة ما كانتش بتقبض عليه؟ يعني واحد بهذا الشكل وبيضرب نار وانا سامعة اللي جنبك بيقول ان كان في واقعة تانية ومفيش ويتساب يعني يقتل في البشر. طيب انت سمعتي بقى الناس اللي بتنصحه وبتقول له ان انت قول كده، قول ان انت المهدي المنتظر اللي قتلت المسيح الدجال علشان ما تروحش بدم مسيحي. كنت واقفة في الشارع والناس كانت عمالة تقول له قول أنا المسيح الدجال، أنا المهدي المنتصر، أنا قتلت المسيح الدجال، والناس في الشارع هو وبيت الجوز سمعني كانوا عمالين يقولوا إيه سيبوه، ده واحد ده طيب مسيحي ملهوش دية، ده مسيح دم المسيح ملهمش حق، المسيحيين طب ملهمش حق. استاذة، استاذة ريموندا، انا اسفة ان الوقت، لكن انا عايزة اكمل معاكي، يعني انا عايزين نشوف برضو مين المحامي اللي معاكي ونتابع معاه، فهخلي معلش المعد يتواصل معاكم مرة تانية ونتابع معاكم القضية دي، لانه ما ينفعش ابدا هذا الشخص يعني تصدق النيابة انه مختل عقليا ويروح حق روماني ودم روماني يروح حضر. يعني ربنا يعزيكي يا رب، ربنا يكون معاكي ومع كل الأسرة. ووقت البرنامج انا اسفه ان هو عشان وقت البرنامج انتهى، انا اسفه جدا يعني بعتذر لحضرتك، ولكن قلوبنا معاكي وان شاء الله هنتابع ونامل ان يكون برضو يعني في مجموعه محامين يدافعوا عن حق روماني اللي قتل وعايز واللي في الشارع يعني بيقولوا هذا الكلام. ربنا يحمينا يا رب. بشكركم مشاهدينا.